حاسه الاتنين دول مختلفين عن بعض. يعني دوت الدايره مقفوله شويه، وده بص ما يعني في اختلافات في بينهم، في اختلافات بينهم. ده 2000 18. وعندي بقى عندي ربع جنيه، ربع جنيه، بس في ربع جنيه 2000 و 2010. وده 25 قرش برضو، بس مش واضح قوي التاريخ بتاعه هنا، يعني ده تاريخه مش واضح قوي، بس تقريبا 2008، بس مش واضح. هو في شوية ايه اخطاء كده وايه هنا في الاطار، الاطار بتاعه مش مظبوط، مش مظبوط خالص. وهنا ده برضو من العملات، ادي دي كده واحد، ومعايا عملة تانية برضو اهي مكتوب عليها مكتوب عليها انا مش واضحة قوي، فاروق الملك برضو، فاروق المملكة المصرية. ده 1